اوكي ناخذ كمان نوتيشن كمان نوتيشن وديفينيشنز. رح نحكي عن الجوينت سبيس مقارنة بالكارتيجن سبيس. وزي ما حكينا الجوينت سبيس هو عبارة إذا كانها مثلا زوايا، مجموعة زوايا، عندي مثلا هون ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4، بقدر أعبر عن الستيتس أو ستيت ب جوينت سبيس. والجوينت سبيس بعمل اوردرنج لهدول، بصفوا كانهم فيكتور، وبعبر عن هذا الفيكتور مثلا بثيتا 1 ثيتا 2 مثلا ثيتا ان بقيم معينه. او ممكن احكي عن الاند افكتور، عندي هون مثلا الاند افكتور، احكي عن الاند افكتور بالكارتيجن سبيس. وبالكارتيجن سبيس راح احكي عن بوزيشن واورينتيشن. والبوزيشن راح يكون منتصف النقطة إذا كانها مثلا هاي النقطة فرضا، بدي هون أعتمد نقطة معينة، بس فرضا إني اعتمدت هاي النقطة بالذات، اعتبرت إنه هاي النقطة هي البوزيشن، راح تكون عندي x1 مثلا x2 عفوا x1 y1 z1، والz1 هاي عبرت لي عن البوزيشن اللي موجود هون، هذا البوزيشن تبع النقطة هاي. وهذا ممكن كمان احوله لفيكتور اسميه مثلا P، وهون مثلا يكون عندي X B Y B Z. هذول هون عبرت عنه كفيكتور، حطيت انا ثلاث ارقام وحطيتهم اعتبرتهم فيكتور، هما بوزيشن هي نقطة بس انا عبرت عنها فيكتور. فممكن انا اني استعمل فيكتور او بوزيشن فيكتور حتى اعبر عن النقطة هاي اللي موجودة هون. كمان بدي اعبر عن، ما كملت هيك، هذا هون كان كامل عندي لما حطيته عبر لي عن كل شيء، هلا هذا هون عبر لي عن البوزيشن اللي موجود هون. والاورينتيشن رح نستعملها ماتريكس. ليش ماتريكس؟ انا ممكن استعمل ثلاث ارقام بس رح نستعمل ماتريكس. رح نستعمل ماتريكس to represent اورينتيشن، وراح تشوفوا هاي الماتريكس راح تكون اورثو نورمال. راح نحكي ايش يعني اورثو نورمال. عندنا 3 فيكتورز، يكون عندي فيكتور هون وفيكتور هون وفيكتور هون، راح تكون 3 باي 3 ماتريكس، وهاي راح تعبر عن الاورينتيشن تبع هذا السيستم. فمثلا انا راح احط مثلا راح اعمل اتاتشمنت لكوردينيت سيستم اكس واي وزد، راح اعمل له اتاتشمنت لهاي، وهذا الكوردينيت سيستم اللي مثل بهاي الماتريكس رح نشوف كيف بمثل الاورينتيشن. فاذا الاورينتيشن عبرنا عنها بماتريكس، والبوزيشن النقطه هاي عبرنا عنها بالبوزيشن فيكتور. ماشي واضح لهي النقطه؟ رياضيا اسهل بكثير اني اكمل اذا عبرت عن هاي الاورينتيشن. الاورينتيشن عبرت عنه بماتريكس، اورينتيشن ماتريكس، والبوزيشن عبرت عنه ب بوزيشن فيكتور اللي هي بوينت ان سبيس. ففي بوينت ان سبيس عبرت عنها بالبوزيشن، وهون عبرنا عن هاي دي الاورينتيشن بماتريكس. رح تسهل كل الحسابات بعدين. وتذكر انه اصلا انا القاعده رح احط لها فريم اوف ريفرنس. نحكي عن النوتيشن رح نستعملها، هذا كله رح يصير اوضح شوي هلا لما نبدا نطلع على الحسابات. رح نستعمل خمس نوتيشن زي ما بنستعمل في جون كريك. رح ناخذ اول نوتيشن الفاريبلز اللي محطوطه ان ابر كيس راح يكونوا فيكتورز، والفاريبلز ان لوور كيس سكيلز. اوكي، فراح نستعمل مثلا كابيتال اي، كابيتال اي بتمثل مثلا، او كابيتال بي بتمثل فيكتور، سمول ار مثلا بمثل سكيلر رقم. هلا في عندنا اسم شيء اسمه السبسكريبت والسوبر سكريبت، الكل بيعرف شو السبسكريبت والسوبر سكريبت. اذا عندي مثلا خليني اخذ هون ار، هذا سبسكريبت، هذا هون سوبر سكريبت، هذا سبسكريبت،
شو الفرق بين هذا السبسكريبت عفوا السوبرسكريبت سوبر اللي هو مرفوع سب اللي تحت ايش الفرق بين هذا السب السوبرسكريبت وهذا السوبرسكريبت واحد قبل واحد بعد مظبوط ايش راح نميز بينهم راح نسميهم ليدنج لاجنج وتريلنج كويس لاجنج ممكن بس هو الاستعمال مستعمل تريلنج فهذا ليدنج يعني جاي قبل فصار عندي ممكن يكون عندي سب سوبرسكريبت هون او سوبرسكريبت هون ممكن عندي سبسكريبت هون او سبسكريبت هون هاي بيساعدوني هذول السبسكريبتس عشان احكي ايش هذا الممثل اذا عندي هون ليدنج سبسكريبت سوبرسكريبت اند سبسكريبت اذا ليدنج سوبر سكريبتس اند Subscripts identify the reference frame. يعني لو أنا حطيت مثلاً R A B فR A B هي matrix. والماتريكس هاي بتعرف الكوردينيت سيستم بي بالنسبه لاي كوردينيت سيستم بي بالنسبه لاي فهون عمال الليدنج سوبر سكريبتس والسب سكريبتس هاي الليدنج سوبر سكريبت هاي الليدنج سب سكريبت فهذا بيعرف الكوردينيت سيستم الترانسفورميشن او روتيشن اوف بي وذ ريسبكت تو اي فبحول عمالي من بي لاي هذول الليدنج سوبر سكريبتس والليدنج سب سكريبتس هلا التريلينج superscript عادة بيكون inverse أو transpose مثلا لو عندي P T إيش يعني P sub superscript T transpose الكل عارف شو transpose تبع matrix إيش بعمل لما باخذ transpose لماتريكس باخذ كل رو أول رو بتحول ل أول كولوم ثاني رو بتحول ل ثاني كولوم فكأني بمسك الماتريكس اللي فيها روز زي هيك وبقلبها بالطريقة هاي فاللي كان هون رو ايش صار هلا؟ كولوم واللي كان تاني رو صار تاني كولوم اوكي هاي اسمها ترانسبورت الانفرس اكزامبل هون اذا تريلينج سوبر سكريبت شوز مثلا اوبريشنز اون ماتريكس احنا بنقول مثلا p to the minus 1 مثلا او r to the minus 1 او p اوكي ماشي كل واضح هاي فاهمها كل عارف شو الانفرس لا ماتريكس ايش الهدف من الانفرس الانفرس طلع انفرس كله الانفرس لماتريكس ليش بستعمل انفرس لماتريكس وين بحتاجه اتوقع عمليه الضرب تمام ايش حكيتي بدل القسمة في الالجبريك في السكيلرز احنا في السكيلرز شو بنعمل بنقول مثلا سي اكس بتساوي واي اذا اكس بتساوي واي ايش عملنا على سي ما فيش عندي اعمل هيك الهاي فبدل القسمة في الماتريسيز بنستعمل الانفرس اوكي ماشي واضح بضرب الطرفين في الانفرس تبع الماتريكس ولما بضرب ماتريكس في الانفرس تبعها شو بيطلع عندي الايدنتيتي ماتريكس واذا ضربت اي شيء في الايدنتيتي ماتريكس بضل نفسه اوكي اذا هذا اللي مش اللي ناسي هاي الاشياء بدك تحاول تراجعها على السريع تراجع الانفرس الكل اخذ مره عليه الانفرس ماتريكس والترانسبوز لماتريكس هاي اوبريشنز ضروري كل الرياضيات هاي ضروريه ما في شيء نقدر نعمله اذا انت فاهم السبع اشياء اللي حكيناها الصبح اليوم اللي هي شو هذا انت تقريبا فهمت المانيبيوليتر ارم شو الفكره العامه فيه ممكن هذا اهم شيء تتذكره من كل الكورس بس احنا لازم نمشي بالرياضيات نعرف كيف نعملها امبلمنتيشن هلا فيما بعد رح تستخدمها كلها اوتوميتد مظبوط عشان هيك لازم تكون فاهم الكونسبتس الاساسيه ايش كانت الكونسبتس الاساسيه شو الفورورد كينيماتكس شو الهدف من الفورورد كينيماتكس شو الهدف من الانفرس كينيماتكس شو الهدف من الجاكوبيان ليش الداينامكس وايش الباث بلان تقريبا هدول تقريبا اهم كونسبتس موجوده في المانيبيوليتر لكن احنا في النهايه هذا ما بقدر اطبقه اي كانت امبلمنت الا ايش يكون عندي
بدي سوليد ماثيماتيكال باك جراوند حتى اقدر اعمل له امبلمنتيشن، او على الاقل تفهم انت اذا استعملت برنامج تعرف شو اللي بتعمل. اذا هذا بالنسبه للتريلينج. اخر شيء تريلينج سبسكريبت. عاده برمز لاوبجكت او برمز ل مثلا كومبوننت فيكتور كومبوننت او اوبجكت. فمثلا راح نشوف مثلا بنقول احنا بي بي اوريجين، يعني الاوريجين تبع الريفرنس فريم بي، او ممكن اقول مثلا فهون كانها ات ريفيرز تريلينج سبسكريبت ريفيرز تو ان اوبجكت. اوكي ماشي. اذا صار عندي اربع اماكن ممكن احط فيهم سبسكريبتس وسوبر سكريبتس. الليدنج دائما عن ايش بحكي؟ عن كوردينيت سيستمز. عم بعمل ريفرنس بين كوردينيت سيستمز. الليدنج سبسكريبت وسوبر سكريبت. التريلينج اللي هو السوبر سكريبت هو عباره عن ترانسبوز وانفرس، والسبسكريبت ممكن يرمز لاوبجكت معين او شيء معين، عمال برمز لاوبجكت او شيء معين او هلا الفيكتورز رح ناخذ كمان النوتيشن هاي الخامسه، خلينا نحطها هون الخامسه. رح نستعمل الفيكتورز او النوتيشن تبعت الفيكتورز رح تكون اولويز كولم. لما باجي مثلا هاي هون اعتبرنا هاي الفيكتور هون اخذناه كولم فيكتور، ها اوكي كولم فيكتور. فمثلا جينا حكينا هاي هون، هاي هون اخذنا هاي مثال عليها. جيت انا قلت انه البوينت بي حطيتها كفيكتور، هي بوزيشن، هي مش فيكتور بالمعنى التقليدي اللي احنا بنفكر فيه، بس احنا عملنا اوردرنج للثلاث ارقام هذول حطيناهم ورا بعض، واعتبرنا انه الاوردر سيت هذول الثلاث ارقام اللي موجود هون فكرنا فيهم كفيكتور. هم هذا فيزيكلي ايش بتمثل هاي النقطه؟ بتمثل نقطه في الفضاء، ها؟ فاستعملناها فيكتور. لما عملناها كفيكتور الكونفنشن، هلا ممكن تلاقي كتاب ثاني بيشتغل على طريقه مختلفه، بس احنا هون الفيكتور الفيكتورز دائما راح يكونوا كولوم فيكتورز. دكتور،